هذه المنافسة الجميلة. الصدارة والمقدمة تأتي الحذرة من هجن الرئاسة محمد بن أحمد بن مايد لخيلي على الصدارة وعلى المركز الأول الشاهينية. في المركز الثاني لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي، وتأتي هزنة هنا على المركز الثالث في هذه اللحظات. خزينة من تنطلق، ولكن أرى هنا الانطلاق من بن صغان سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راهد بن سعود المكتوم مع مسري بن سالم بن عرطي الحميري، وخزينة على المركز الرابع لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعود المكتوم بقيادة خليفة بن سالم بالصقعة، والوصول هنا في هذه اللحظات أيضا، والانطلاق من حشيمة لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة عتيق بن سالم بن عرطي الحميري من تنطلق بهذا الأداء الجميل خامسا، بينما المركز السادس يودع سمو الشيخ سعيد بن مكتوم بن راهد بن سعيد المكتوم مع غانم بن مصر بالقوبع، وعلى المركز السابع الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهد بن سعيد المكتوم مع عبد الله بن سالم المسافري بهذا التحدي الجميل. هنا ثامن المراكز بالصغان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهب بن سعيد المكتوم مع مطر بن محمد بالضبيعة، وعلى المركز التاسع تاتي مجاسة سمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم بقيادة حمد بن علي العويسي، وهنا من تنطلق في هذه اللحظات بهذا الأداء الجميل والتحدي. هناك أيضا الشاهينية سمو الشيخ أحمد بن سعيد بن مكتوم المكتوم مع سيد بن مبارك بن غويث على عاشر المراكز. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى في هذا الانطلاق والتحدي الجميل. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة وإلى المركز الأول. هنا الحذرة على الصدارة، ولكن أرى الشاهينية من غيرت، الشاهينية من تسللت من الجانب الآخر. هنا أيضا لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي أن تنطلق على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. الحذرة في المركز الثاني من هجن الرئاسة بقيادة حمد بن أحمد بن مايد لخيالي، وتأتينا حشيمة على المركز الثالث لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راهد بن سعيد المكتوم بقيادة عتيق بن سالم بن عرط الحميري بن صغان. من الجانب الآخر أيضا لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة مسري بن سالم بن عرطي الحميري، وعلى المركز الخامس، المركز الخامس ودعة لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة غانم بن مصر بالقبع المنصوري، وسادس المراكز تأتي هملولة لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة سعيد بن سالم لينيبي من تنطلق على سادس المراكز. والمركز السابع تأتينا هنا الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهب بن سعيد المكتوم مع عبد الله بن سالم المسافري، والشاهينية ثامنا هنا لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم الثاني وسالم بن عامر المدهوشي في التضمير من تنطلق بهذا الأداء الجميل والتحدي. تاسع المراكز مياسة سمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم محمد بن علي العويسي، وتاسع المراكز أو المركز العاشر الشاهينية هنا المنطلقة في هذه اللحظات بهذا الأداء سمو الشيخ أحمد بن سعيد بن مكتوم المكتوم مع سيد بن مبارك بن غويث الاكتبي في التضمير. هذه هي النتائج مشاهدينا الكرام، نعود إلى صدارة، نعود إلى المقدمة وإلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط خلال هذا الأداء التحدي. الشاهينية المسيطرة على زمام الأمور على الصدارة وعلى المركز الأول، الشاهينية المنطلقة على صدارة هذا الشوط سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعود المكتوم بقيادة أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي، والحذرة الحذرة على المركز الثاني من هجن الرئاسة حمد بن أحمد بن مايد لخيلي في التضمير. حشيمة قادمة لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعود المكتوم
بقيادة عتيق بن سالم بن عرطي الحميري، ومن الجانب الآخر بنت صغان تتسلل في هذه اللحظات بنت صغان مشقها راشد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع مسري بن سالم بالعرط الحميري هملولة رابعا هنا بهذا الانطلاق مع الكيلومتر الأخير مشق حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع سعيد بن سالم لنبي، وعلى المركز الخامس المنطلقة ودعة في المركز الخامس هنا لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم بن راهب بن سعيد مكتوم مع غانم بن مسور بالقوبة بهذا الانطلاق والتحدي، ولكن هنا بن صغان على الصدارة، بن صغان على المقدمة وعلى المركز الأول تنطلق بصدارة هذا الشوط، بن صغان هنا لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع الخبير مسري بن سالم بالعرض الحميري على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، تسيطر على زمام الأمور الشاهينية على المركز الثاني لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي، وعلى المركز الثالث ودعة في المركز الثالث لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد بن سعيد المكتوم مع غانم بن مصر بالقوبع، ولكن هنا بن صغان على الصدارة، بن صغان على المقدمة تسيطر على زمام الأمور على الصدارة، تهانينا من هذه اللحظات هنا لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم على هذا الفوز الجميل، تهانينا كذلك للخبير هنا أيضا مسري بن سالم بالعرض الحميري، تهانينا لك أبو حمد ولحظة الوصول إلى خط النهاية المركز الثاني من نصيب الشاهينية، المركز الثالث لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم الحذرة في المركز الرابع لهجن الرئاسة، وفي المركز الخامس ودعة لسم المركز الرابع عفوا ودعة لسمو الشيخ مكتوم أو سعيد بن مكتوم بن راشد بن سعيد المكتوم، مركز الخامس حشيمة لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، والتوقيت الزمني هنا ولحظة وصول بن صغان إلى خط النهاية معلنها الفوز معلنها الناموس، قاطعة المسافة هنا في فترة زمنية مقدارها هنا 7:41 7 من الأجزاء من الثانية سبع دقائق 53 ثانية وثلاثة وسبع أجزاء من الثانية هو التوقيت الزمني، بينما المركز الثاني هنا 7:54 جزئين من الثانية، تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، تهانينا لأحمد بن سلطان بن رشيد الحذرة في المركز الثالث قاطع المسافة 7:54 هنا أيضا وأربعة من الأجزاء من الثانية، تهانينا لهجن الرئاسة، تهانينا هنا للمضمر السيد حمد بن أحمد بن مايد لخيلي على هذا الانطلاق. هنا مشاهدينا الكرام الانطلاق لشوطنا السادس تمت بعون من الله تعالى وتوفيقه، سادس أشواط هذا المساء